فلنحترم علماءنا عجبا لمجتمع حي أشهر سيفا على علمائه وتآمرا سيفا على علمائه وتآمرا دون اعتبار أو مراعاة لما فيه الخلاف يسوغ حتى يعذرا فيه الخلاف يسوغ حتى يعذرا أمر يكلفه لزاما غاليا يصحو به دوما فلن يتهورا يصحو به دوما فلن يتهورا أصل المسائل قد يكون ثبوته بالنص قطعيا فلن نتشاجرا بالنص قطعيا فلن نتشاجرا لكن تحقيق المناط هو الذي فيه الخلاف موسع لن يحجرا فيه الخلاف موسع لن يحجرا من كان أخطأ في اجتهاد سائغ فجزاؤه أجر إذا هو حررا فجزاؤه أجر إذا هو حررا وإذا أصاب الحق كان جزاؤه أجرين أنبأ ذا النبي وأخبرا أجرين أنبأ ذا النبي وأخبرا لا بد من فقه الخلاف لكل من رام الجدال أو انبرى وتصدرا رام الجدال أو انبرى وتصدرا قال الإمام الشافعي كما روي رأيي صواب قد يكون مغايرا رأيي صواب قد يكون مغايرا وخلاف ذلك رأي غيري إنه خطأ لدي وقد يكون مبررا خطأ لدي وقد يكون مبررا ونصوص أهل العلم في مثل الذي ذكر الإمام الشافعي لن تحصرا ذكر الإمام الشافعي لن تحصرا هذا هو الفقه الذي من ناله لزم السكوت مع المخالف إذ درى لزم السكوت مع المخالف إذ درى أو قال خيرا فيه محترما له مستحضرا أدب الحوار وحاورا مستحضرا أدب الحوار وحاورا فلنحترم علماءنا أولي النهى فالله خصهم بحظ أوفرا فالله خصهم بحظ أوفرا ورثوا النبي ونعم ما ورثوا ومن ورثوه أخبرنا بذا وتواترا ورثوه أخبرنا بذا وتواترا ولحومهم مسمومة مدسوسة فحذار ثم حذار أن تتجاسرا فحذار ثم حذار أن تتجاسرا لا ندعي أبدا لحبر عصمة مهما وعى كتبا وصام وأفطرا مهما وعى كتبا وصام وأفطرا لكنما الأسلوب يرجى حسنه حتى يكون نقاشنا قد أثمرا حتى يكون نقاشنا قد أثمرا أمي وزوجة والدي حق هما من قال بالثاني أساء وعيرا من قال بالثاني أساء وعيرا ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه من فكرا لكن سيد قومه من فكرا عفوا على غلظ الكلام فربما غلظ النبي كمنذر قد حذرا
غلظ النبي كمنذر قد حذر صلى عليه الله ربي دائما ما عالم شرح النصوص وفسر ما عالم شرح النصوص وفسر وأزيد توكيدا لما كررته يا رب ألف بيننا سون كرا يا رب ألف بيننا سون كرا. إعداد الدكتور علي جلنة حفظه الله ورعاه.